تنزل معه 500 450، وبعض الاحيان تجاوب بدون ما تحتاج ترجع لاحد. اللعبه فهمت، وبيطلع الحين خلاص عادي يطلع واحد يشاوم خط النار يطلع عشان يفهم اللعبه. خلاص طيب هم يبغون يتحدون على 500 شباب. يلا ما هو فاهم اللعبه خلاص فهمت. اول 50 ثانيه روح 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 روح. والجمهور لهم سؤال. اي نعم، والسؤال الجمهور ايضا لهم سؤال نفس سؤالك ونفس التايمر ونفس النقاط. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الهاشتاج عابر كم اليوم، 12 ولا 13؟ اليوم عابر 20. لا إله إلا الله، يا الله يا الله يا الله، والله تمشي الأيام، الله يجعل ربي. طبعاً الجمهور إذا ما جاوب المتصل يتحول للهاشتاج والكنترول يطلع لي اسم المتسابق اللي جاوبوا عنه الإجابة الصحيحة. وأنتم أيضاً من يوم تسمع السؤال للجمهور اللي من يوم يدخل اتصال الجمهور على طول شارك في الهاشتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الكنترول مشعلين العيال طق 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 طق، اللي على الاتصالات واللي على الايباد واللي على بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيهم العافيه. يلا لا دقيقه. طيب اعطونا السؤال الاول لعبد الله الروقي. يقول طبعا انا ما اقرا خيارات، ها اطلع لك السؤال. السؤال يقول: سوره في القران لا تحتوي على حرف الميم. ناظر فيني. راح الخيار الاول 450 راحت. سورة في القرآن لا تحتوي على حرف الميم. هدوء عينك علي. والله إجابات كثيرة ما في حرف الميم ولا في الآيات. الآيات والله ما أربع خيارات راحت وعندك 300، وهذه بداية خط النار. وترنا توتر 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 توتر. ما هي واضحة أبدا. لا يا رجل الكوثر. الكوثر وقف وقف. 150 بطاقة. خلنا نشوف الإجابة. وش رأيكم الجمهور؟ ها إجابته صحيحة. خلنا نشوف الكنترول شو يقول لنا. يا سلام يا سلام يا سلام. وصورة الكوثر على طول. والله توقعتك. لا صل على النبي. اللهم صل. انا ظنيتها من الخيارات، فاكثر من اسم ما في حرف الميم، لكن من الايات نص الصور ماني محفظها يعني. احنا اعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر. على توقعتك على طول. ما في مشكله ما في مشكله. طيب ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو شهد السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شهد. من وين تكلمينا يا شهد؟ من الكويت. من الكويت. يا هلا وسهلا والله بأهل الكويت كلهم. على راسي خوالي. اذا انت جاهزه قولي جاهزه عشان اطلع لك السؤال وتقرينه يا شهد. اوكي يلا. السؤال يقول: من هو النبي الذي لقب بشيخ المرسلين؟ الخيارات طالع قدامك. نوح عليه السلام. نوح عليه السلام. وقف 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 وقف. استسلم. وقف. رجع لي القيمة 500 يا كنترول. تسجلها 500 طبعا. الأخت شهد من الكويت تقول نوح عليه السلام، والكنترول يقول وش يقول؟ طلع لي الإجابة. الجمهور سجل الإجابة بسرعة، ما تدري يمكن غلط. سجل. والله يا شهد اتصال اسم الكويت غالي علينا مرة. إجابة صحيحة. يا سلام يا سلام. 150 و500 650 تاخذونها. ويا هلا ومرحبا فيكم. انا اللي نقص مني 150 ولا اللي اخذته 150؟ اخذت 150 بطاقه فقط و500 جابتها لك شهد من الكويت. على راسي جاتكم. تمشي على طبق من ذهب. بيض الله وجهك يا شهد وشكرا. انا قعدت اقول الايات، قلت لي سورتين طلعت فيها حرف الميم. نفس المجموعه انت؟ ها لا نبغى المجموعه خط النار اول شيء. اي خط النار بعدين نخلص منهم ثم نبدا بالمجموعه الثانيه. يلا خط النار خط النار.